الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إثمات انت سمات المقال مشطوحة القاس طمطوط الغرفة يتموت سلام ربي فيه في الأول هذه ولتي منتشر عيني تعدين لو أنا قلت هي الدور ثاد نغال إثيري ريث إسقسمني مالي تشقام إتاولي ثمران هي الدور لأنك تسجل العمل الغاشي تسفيدي أمين اللي شقان إسقسيان أمينك طفان تدو تاكين صوض الصن سلام ذا حماين السوس ذا أندى ملا يثمورا يثمور ثلا يثمورا دونيث أكويت إفقي الحرمانة إثيك ثلان الشيخ صالح مجاني أنسو في سيك مرحبا يسيك الله يبارك فيكم إن شاء الله يعطيك الصحة سمعني مرحبا يسيك من الدوار الله يسلمك أنت شذي أكد ناويدين إفقي يا ذيكت أكي عاوز ربي يا شيخ كان كبر العظيم أنفارس تسوح تسكي تشنف كان يثوي التاقي أسقسنا مزواري إخارك ثورا الفايدة المعنى ماشي كستوقف الفعايل الأعمال كا ولكن الفايدة أين يتوقف إلى الفعايل كينا إلى دور عطاتك واحد تلا دور تسزن تسواف تسزن لك إنك محسب هما ثناقي سقسي أمكان حسب أفريدك صوادا باش سيدي ربي سبحانه وتعالى يقفل الأعمال كينا نال أين القديشة كينا خدمي الخير نا كوفر إيفر ذا الطاعة أمكان صوت روايقي ينا نحرفو أنحس بلي أقرار من المقبولين المقبول وغير المقبول. نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسنني غاكو كيروي ذاك قلاني إذن تسويح ثيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم العبادات الطاعات باش تنتي قبل ربي يسعد الشروط وذا غنيك ذا شو يقول هنا كيف ما يخدم ينكر الحاجة إلا قضي حير إلا قضي حوس ما يقبل ربي نخاطر وإذا مسلين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه نتساني الناس والطلايرة بندم وين يتخدم ما إلا دروس نغطاس نخير لا ولكن حوس ما إلا يتوقبل نغير يتوقبل خطر القبول إسعى شروط إسعى المعاني وين توقبل راه كذلك اسعى ايفان واذا كي توقبل تمزوارو الى قضي لي تقي الله هذه تقوى ربي هذه تقوى ربي هذه تستحق ربي هذه تراجو ربي سبحانه وتعالى هذه اللي روح المؤمن نعم ورب سبحانه عز وجل إند انما يتقبل الله من المتقين يعني يحصر اماكن في القبول القبول يتسلي كان مولانين تقوى ضعنيك إلا ويسين الإخلاص نية الإخلاص ويعني وين راه يخدمني كل الحاجة يا ربي سبحانه وحدس وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وما كان يدين النبي صلى الله عليه وسلم ففينا ريزوم مثلا من صام رمضان أو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هي نزمرك يا دنيا من هو يقبل ربي يقبل ربي المتقين يقبل ربي المخلصين وعلامة القبول دانيك ما رذي وان يخدم العبادة إيمو ما دذرنو ثيضني إشتاقي ثيضني ما إلا السمري فوق العبادة أما كنا إيجات يبوينتيت أيوة أما كنا عياز زكس وإن العالم بلوثي قبل ربي سبحانه وتعالى هي ما إلا نسنك هذا أم كيك قبل ربي إلا قاني السين دارنيك وإذا كوري قبل ربي والعياذ بالله أغي استر ربي استر المؤمنين أكيد وإذا كوري قبل ربي إنا تندق القرآن نتنا على كل حال البقياسي القبول وعدم القبول إزرة نتسان واحد حتى الفقهاء قام دي الصحاني غير بضل دي قرنا راه يتوقف لنا ويتوقف لنا ولكن القرآن دي السنة يبين غد النصوص ذن يتوقف لنا ذن يتوقف لنا وإذا كنت توقف لنا راه سي محمد ويدير رب سبحانه عز وجل ند في اللسن أمزور الشرك صحاب الشرك ودي قبل ربي في اللسن خا
خطر علني يون الصورة كي جالس نضرب بها، ربي تحب الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولهذا إن فلسن لئن أشركت لا يحبطن عملك. أين تخمضك إيه روح توحسب أثي السذرم الشرك والعيد بالله. كذلك الرياء وانا اللي خدم ما تشي غير ربي نخدم باش نتزار من العباد الى اخره. انك وداك يوم الحساب السيني كون وين يرنو ساند زولن زومن الى اخره حجن وخدمن، ولكن ما تشي ربي ما تخدم خدمت باش تشكر باش هذا تويسين باش كن الى اخره السيني ربي سبحانه عز وجل. اذهبوا الى الذين كنتم تراؤونه في الدنيا هل تجدون عندهم من جزاء. الى الحد ما سنتنا النانت اثنان تويض حقيك توافيك عاد وين خلاصي. ايوه ويو ثني قبل ربي سبحانه. كذلك ترك الصلاه وانا رجل تظليت يعني خاطر تظليت تجديد الدين ذا الروح الاسلام ونتجان خاصة ما إلا إعمذ يرنو إنكريت العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إلى جانب هذا الزيت انتيا إلى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصرح الزكس إنك ثلاثة وثني قبل ربي ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. ثلاثة إنك تقبل ربي الزكسن أما ذا الفرض ما ذا النفلة إن يبغون خدمة يا لطيف يعني من هوية إن المنان والعاق والمكذب بالقدر. العاق المنان المكذب بالقدر ثلاثة من ذا شد العاق. العاق وين راه يعصون الوالدين خاصة الوالدين باش كنا نكرر دائما الخطر يتوكرر القرآن شحال يعني ثنا ربي الزات القدر نصنع علي الاحترام نصنع علي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسن وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين أحسن ووصينا الإنسان بوالدين حسنا ويناثني عاصين أثنى يغلق فلس تورث القبول دق بلا ربي فلس النظر يرنو كني مرة نضع الوالدين مردني نطع الوالدين ولا الشرط باش المال العليث ان الماء الهانسونك لا حتى ولو اخضانك وبريد وان جهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلستم وصاحبهما في الدنيا معروف. ولهذا العبد تحوسنا في الدق قبل ربي سبحانه وتعالى يلزم هذه الشعوثة ذي انتيا هذا غل والدينيس هذه اللي صفاضي لي ونعر ورسن لانك اني محمد ويدير اتفض استحرس في النافله استحرس في الاجر ومن بعد ودير تكب الكبيره امتيا الكبيره كمتيا مثلا اتفض اكس قسايا رمضان وصل الثنايا رمضان وصل الخميس تتظل في الضحى الى اخره الى اخره العمره قرا رمضان الى اخره الحج كل سكواز يون لك الا على خاطر ميدناك نتوسق سعد ما تشفيض ومن بعد السلمي يروح ننغط فلس ننغط فلس ويثري دي سقسينا كي بإلحاح أثن بابس قدار العجزة أثن بابس يفكاث يروح إلى آخره وين تدي ربنا كن ذو وين تتسوي لك النيام يستهيث يتسغز دلقش يعني يتوانسيث تقرن تاني وثا يذكر إذا ولهذا وهي علامة القبول لقد فرض يرقد الوالدين في سلة الدين النبي صلى الله عليه وسلم المكذب بالقدر وانا رسينين وانا رسينين كذيني زرع كان يضرون ذيني بغير كان يروض ولا شيء النظر وهي ذعنك تدق بلا ربي سبحانه وتعالى هي واني بغانا ثق بلا ربي يلزم ذي بعد كيث يتمسلين سومي التخلية قبل التحلية يتخلى عن الذنوب ومن بعد يتحلى بالفضائل. إن شاء الله يا ربي قفريد لو قام أجل الأعمال أين نخدمك ويقول ربي سبحانه وتعالى وحدث
وان شاء الله نكتب القبول كوياكي شي انا نفا قفريتني بو داك اللي تحسني ما نسن هنيك قبل اكتران الفعايل نال الاعمال لايفن اسقي من السنة الشيخ قمت ناقي اسقسي هناك المؤمنين بصح نزلين يمضرون المصايب الابتلاءات كي امشي ربي اصل تاكيد تصليتي كوي في اللسن انت ضجر في اللي تجرب اشو الحكمه كوي كي يعني امشي نحسب بلي ربي جرب غادي يقصد اينيا يعني يبغى يدي فكنا في كيكنا تدي فكنا في الحقيقه ينس باش ابعصون باللي اقلا نصفا ضربي لا ونصفا تلقى خاطر يقفلي يصفا ويصفا نعم اش تذين قال لنا الخطر يربط ربي يعني قلنا ثم ذات النار كنا اكذا ذوغورني انت ملي الابتلاءات ربي يخدم غير الامتحان قد الناس خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا سقسان النبي صلى الله عليه وسلم ننس ذاني وان أكثر كويت في تسرسنت البلاء الابتلاءات الناس أشدوا أي الناس أشدوا بلاء فقال عليه الصلاة والسلام الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل يعني من هو يقوين أمورام قرآن الابتلاءات للأنبياء الأنبياء ما نغار قصص الأنبياء أنا في عكمين سنة قريت ملح ملح سيدنا زكريا أكيد بدون استثناء أولو العزم من الرسل وإلى آخره مرة نولن تعكمت نولن تسونت نولن وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا النول أين نسن كسير النبي عليه الصلاة والسلام هنا تمثلت هي الامتحان وننجح نزكس أثني نجح يبوث انتك وننجح رنجح حريث نوبا يحكى الرسول صلى الله عليه وسلم يوث القصة إنك زيك بنو إسرائيل ربي الشيعد الملك في صورة إنسان لكن في الصفة العبد يروح حد لان ثلاثة العبد يون ظفر ضاس يون ذا نجذام نجذام يعني وين يسعى لك البارس ويظنين ذا ذرغال يروحوا يرنوا أكا إلا نكي يسعان الهلكات يرنوا ذي زواليين ولش يروحوا مزوروا يروحوا مزوروا إن يستشي إذا شيء قلنا لنا كاروخ إن يسقلي الطلايض طلايض نكي ظفر ضاس وزمير أرض فوز نق تعيرني العباد استحاصي ماني إن يسمى إلا لو كان يذعو غرب سبحانه عز وجل إن شاء الله هيك سنشتا إيه ناس ماذا بيا إذعى غربي في الحين إكس ونثنين يمغد شعري مارني كان يخدم كيف الشعر إن عجب يفرح ملح ملح يحمد ربي الناس تسنث شقلك الدزر والي داش يتمو مضق المال يعني الناس تحبي غير الغمان الناس أثنى أتث الغمت فالغمت فهي ماني ستارو الناس درنا الذعو أكي بارك ربي الزكس إيه بارك ربي الزكس الغمت النين الميك تشورا أسيف ذي الغمان إيه روح يروح وسين وين قال لنا كني هلك دنجدام سيدي لا فاريو ومن بعد يوض الناس باش الحالين كي الناس تنطلايض الحالين ينو سناث يوث جعلي وزمير على هاد الزرغ مدن الحشا مصدر وحده يوث الحاجة النظام ورسعي الخيرة قلينو حوجة الناس تدعو غربي ثورا كيكس الهلك ان شاء الله ام اس الفسخ مكان اكس امرني كان اكس كسوك نتني الطليق قولي ما سوق دا اكني قلان يشبح مليح يولع مليح انا استسنث الفقرية زمر ضي زمر صار سبحانه عز وجل داش يتسمو ميض قل مال انا سنكف غاول كان تحبي غاب قري انا ستتفو نست شكي ستتفو نست
بالمحلة تارو الناس درناك أكذعوا أتأذي باك ربي زكس إذا عايز المهم يروح وسط ثلاثة أذر غالنا يوضي وفث يكتشي الناس تنطلي نكي لما أذور توحرمو من الدنيا كزران دار رونس نزران دار شي ثتسن نزران دار فريد قويدي ثدون نكي أنثان طلعي ولاش يرنو الحالين ولاش اش موري لي الناس ما دعاك ربي الناس ان شاء الله يخدم ما كيس الفاس فود ميسي اسكذ واندو اكردي اكردي السودان اقر رويس هزانك هزانك ثلاثة فات هزانك تبند العباد هزانك الى اخره الناس داش تحب المال الناس تحب أغلمي إفكاس تخسي إفكاس تخسي غتسير ودانك يرني إذا عيس المهم ثلاثة هي كل يوم قم كان يصفض ربي فلسن الحيف وغلن الأغنياء وغلن ساعة مليح مسنوي مليح توقع ضرن إلى آخره يوثنوا بقى أثا يوساد الملك نيكا يروحوا مزوارو يروح حسب الصفه وفرضاس الاقرع يبدا سخت وورث الناس عثم طلاب كي الهلاك يرنق لك اقلي دم سفر انا كون يدف لك راهو الغما كايا اثاث سو شرط سو ضغواد الدو يعدا يفض غرغرس يبرزيت الناس كل ما كيدخلوا هاي متسار النعي الزيون هاي روح سايب الناس ولدي هاد كتشي كيطلف ابدا الناس كت ترنو ذي ضعير ترنو ذي الدنيا ذاك يتسهم الصوان شتا ايوه الناس ولدي ما الا كيطلف ذاك الثلاث دعوا كي ربك نطلف ومن بعد يدعى يدعى في الحين يوغال كن كن يقول له يوغال ظفر راسي يروح وسي والسن يفات النعمة تنقرنت الى اخره يروح حسب الصفه امكن الحوايج الجذام يعني مثلا لنجدام لنجدام يوض غرغرس الناس تنكي لهلاك يسعر الى اخره يرنق ندم سفر حواجه ماذا بيا لو كان يتفقد يوني يخف يقول بقري غا يسعى ذاك اتصوت غير تصويت الدو ربي كي جازي يعني سولي ذي ناس ماشي ذكر ذي الطلب النعيا كونشتا الى اخره يلا هطفى بريديك يعدا يتأسف الناس بالك هذاك الشيء مكثيد بالك هذا اللي ذاك والصعيد راه نضها لك الناس ابدا شوف يعني يعرفون نعمة الله ثم ينكرون ينكر 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 الناس ولدي ما الا تسكت بضعة انا ادعو غربي اقدر رين الصعيد كني اذا غربي يوغلك يروح قيت يروح قيت يروح دويس ثلاثة ويا ومن المال اللي ننسن يروح كل شيء يروح يفكد ربي تتورفع الفاركة يروح دويس ثلاثة أذر غال نقلن كنت أذر غال يروح ما كنت أذر غال يسعو كوز يوض غرس إنه يس أذن كي أثن أذر غال الحالين أثن تبانيت ثورة ماذا بيروك يتفكد كري يخفاك قل ما لا يتسع ذاك باش كنت أكمل عبري ديو يطلع غرس ملاح ملاح يتسرو إنه يسمي اللي غا كم كتشا اللي غدا درغال أثنى ربي الرايد البصر اللي غو سعي غرا أثنى ربي يفكيد الغين الخير إنه يستورا كتشا يجريك يضرب باش يدرغ شويت الخير يجريك يضرب يعني غد الهدية وذ الفرصة ثم قرنت باش كنيا الحس سيمانو بلا تشكر ربي انا استر ماشي يوني يخفنا هذا شاك دفك انا اختاريني كي عجبن اين ارك ديك فون اين عيت بغيض اويث يا عدي صاتي دون الناس الحمد لله الحمد لله الملك اللي تسوي لا يخف لك راه لك الناس الحمد لله الناس نكيا ذا الملك اشي عيد ربي باش اكون جربه الناس لن ويث ماكسيل الناس وذاك اللي خسرك شقلك يضرب حظ الله يبارك شقلك يضرب حظ فاما من عطى الطاقة والصدقة بالحسنى فسنيسره لليسرى يعني ثيا حكتي النبي صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة سي محمد يدير يعني في التجربة يمكن تجرب ربي الخلقيس يوم القيامة مرد نكر ربي سبحانه عز وجل غدي لا يوم
اكديني غي واشو تفوتوسات ثقونيت واش تخدم الخير وتخدم ضرع يا ابن ادم مرضت فلم تعودني. تعودني صح. قال يا ربي كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعوده، اما انك لو عدته لوجدتني عنده. استطعمتك فلم تطعمني، ان مسن استسقيتك فلم تسقيني. يعني تديني اني استقبلت باش كنيت مثلنا هذا تفهمن رب سبحانه عز وجل ديني اخر العباد اسيني العب ذيو اللي غه اللي غه داكشي مضاره غرغوره ويضوي الضاره اسمي متشاكل انعمه اسيني غير ربي كتشي ما كتديش مغره كتشي اسيني غير هنيك العب ذيو فلان وتروح ضاره غرغورس لو كان تروح غرغورس تلاقي يد في الدين. شوفوا كنا غايت مثلا السبيطارات النغط شهور ذي موضان ذي قران الى اخره ونعلم انا باللي مثلا ديننا ربي سبحانه عز وجل لو وجدتني عنده. ربي يتحب الخلقيس ويتحب وذيك يتونعن غير الخلقيس اسيني وايض انا سيني انا لعب ذيو طلبوا تسك الماكله ويتفكي دار ويتشتش دار اسيني انا ربي عمك كشتش كشت رب العالمين اسيني الا لعب ذيو ويطلب تسك الماكله وستفكي دار لو كان تفكي دار ستلقي اتضا في الذع ورد صرح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. وايض انا سيني اسيني استسقيتك يعني طلبوا تسك انا ويد في كدار تسوى تجي ضيفات اسيني ما مكاك تجي فاد كتشي رب العالمين اسيني لعبة ذي لان وذاك يكفو ذن وسنت سمو قدارة الو كانت في كدار سنة ما تلق توفي تدسا غرغر هي الحياة البلاء الحياة الابتلاء ولن ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ويمؤكد ولنبلونكم بشيء توكيد ولا نبلونكم بشيء نعم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمره شتمش انا يكره هيك ربنا كره ولكن هذا الرزق ذا شو حتى الوجود النار الدنيث جعلناكم خلائف في الارض لننظر كيف تعملون مثل اللي نظن لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا آذن كثيرة أتفضل هذا أتمل الضيقور ما الدمق لك قد دونيث أكيفر بالشيخ عندك صحة أربعة دقائق بلك وبرتا أربعة دقائق قد يقيمي لي مسقسيم ولو يتوي الوقت شوية وما تناقي سقسينك مدام أمدن سن إلى خيارة في المخلوقات اللي تخلق سيد ربي سبحانه وتعالى إلى اللي شوان يصلحن لين يوان يصلح نرى الصالح والطالح أمك يسقسي من ما يرين ومتناقي الخيار المخلوقات أشرف مخلوق الكون لقيا اللي خلق اللي سخرك يا ربي سبحانه وتعالى أنت ويتسأل السؤال وجه ثلاثة أربعة دقائق ثلاثة أربعة دقائق يعني باختصار باختصار شوف إخلق ربي سبحانه عز وجل الملائكة إفكيس العقل المخرجين إثنى دقائق إفكيس العقل ولا الشهوات إخلق ربي الحيوان إفكيس الشهوات ولا العقل إخلق ربي العبد إفكيس الشهوات ذي العقل إسنين إنك مالا ديالي العقل يف الشهوات قل عبد أثنت سنك خير الملائكة خير الملائكة ولقد كرمنا بني آدم ما إلا يروح ذاك سر العقل يولينتي الشهوات يعني العبد الشهوات يغلب الزكس أثنت ذي أقل الحيوان ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل يعني أثناء دون الحيوان فروض نرى درجة الحيوان وهي بخصية النرب وهي أشرف إنسان وأسوأ إنسان أعطيك ساعة قولي غد صرح قضاء السقير أكي فارك أربي إن شاء الله تعطي ذات دوارد إذ مثلا دائما تسمك ثيلا درس لميل تدويل تاقير تاشر عبيثة أوروبا زيون تي في بوان دي زد أنا من الدور في ديس الدور بقوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.